بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية المشوار الأفريقي ودور الثمانية أكيد بتبقى مباراة مهمة، وخاصة نلعب ضد الزمالك. يعني عشنا التجربة دي البطولة اللي فاتت، وأتمنى إن شاء الله اللعيبة تبقى في مركزة وحالة في حالة بدنية وفنية كويسة بإذن الله، لأن المباراة الأولى دايما عليها عامل كبير جدا في التأهل لدور قبل النهائي. فان شاء الله نتمنى ان احنا نستفيد حتى من المباراه بتاع امبارح ما بين اورلاندو وليوبارد الكونغولي، ان شاء الله نكسب باذن الله، نبقى اول مجموعه من البدايه مرتاحين ان شاء الله، ونضمن زي ما قلت باذن الله من البدايه ان احنا على راس مجموعه ونتاهل الدور قبل النهائي ان شاء الله. يعني طبعا في طبعا بنسمع الاشاعات الجمهور والالتراس والاحداث اللي حوالين المباراه، ما فيش شك احنا مركزين بس في المباراه، واي ظروف تانية اكيد احنا يعني احنا بعيد عنها خالص. اللعيبه هدفها زي ما قلت المكسب ان شاء الله في المباراه، ومش شغلين دماغنا باي حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعتبر من اصغر اللعيبه اللي موجوده في الفرقه، بس طبعا وانا من وانا صغير يعني في النادي الاهلي ما اتربى ان انا اتحمل المسؤوليه. طبعا ظروف الماتش هيبقى صعب، ماتش اهلي وزمالك لازم بيبقى في الوقت اللي زي كده بيبقى صعب. طبعا المسابقه بتاعه الدوري اتلغت، ومعنى ان المسابقه الدوري اتلغت ان انت كنت مفروض جاهزيتك بتبقى اقل، بس الفرق الكبيره دايما ما بتبصش على الكلام ده. الفرق الكبيره دايما بتبص ان هي بتبقى واقفه على رجلها كويس، والفرق الكبيره دايما بتظهر في الموقف اللي زي كده. انا شايف ان الماتش ان شاء الله يعني هيبقى نحقق نتيجه لينا كويسه. طبعا ظروف الماتش اللي بتقابلنا صعبه، احنا في شهر كريم في شهر رمضان كل سنه طيبين، بس احنا ان شاء الله هنكون قد كده. اللعيبه دي لعيبه رجاله، يا ما استحملت، عندها ثقه في ربنا، وعندها ثقه في الجهاز الفني وفي النادي، وعندها ثقه في نفسهم يقدروا ان هم يعدوا من الماتش ده بنتيجه كويسه. وبالنسبه ماتش اورلاند اللي هو التعادل ده، طبعا التعادل بيصب بحاجه كويسه لينا، بحيث ان احنا في ميزه الاهلي والزمالك، ان الاهلي والزمالك بيلعبوا اربع ماتشات، او يعني كل ماتشاتهم يعتبر ما فيش غير ماتشين بس اللي بره، ودي ميزه للاهلي والزمالك ان هم يرجعهم على راس المجموعه. وانا برضو بتمنى فريق الزمالك توفيق، بس ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نكون اول مجموعه ونحقق المكسب الماتش الجاي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الحمد لله احنا دلوقتي في طياره وطالعين ان شاء الله عشان المعسكر بتاع ماتش الزمالك اللي هنلعبه في الغردقه في الجونه هناك ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب الثلاثه بونت دول، لان هيبقوا مهم جدا ان احنا لما بنكسب اي اول ثلاثه بونت لينا في المجموعه بعد كده بيفرقوا معانا. ويمكن برضو دخلت علينا المضيفه عشان ترخم علينا. فأتمنى إن شاء الله إن إحنا نحصد أول ثلاثة بونت في المجموعة، وأتمنى التوفيق للزمالك إن شاء الله بإذن الله.